البوز متاعنا اليوم بناشي من هنا وهناك. نبدأ مع سنيجي جلول وزير التربية اللي البارح كان حاضر في افتتاح الملتقى الوطني للتعبير الجسماني والفنون التشكيلية. وبطبيعة سنيجي ما ينجمش يبدأ يخطب علينا إلا ما يبدأنا بحكاية من حكاية العروي. الوالي على استضافة، شكرا. في الأندلس بل الأيام السعيد كانوا يلبسوا الأبيض، مقتل موت لهم حق يلبسوا الأبيض. عاد ثم الشاعر افريقي تونسي مشى ما يعرفش عمل بيت شعر، قالوا البياضة لباس حزن بأندلس قلت السوادة، ألم ترني قد لبست بياض شعري لأني حزنت على الشباب. هذه ديديكاسة للباجي ولا كيفاه يا سناجي؟ ولا قل لي هو الباجي منين جه الشعر باش يبدا ابيض ولا حتى اكحل؟ وزارة التربية من وزارة التربية نمشي توا لوزارة التشغيل. هو طلع سي زياد العذاري يحكي لنا على حكاية هاك النايب نتاع النهضة اللي قالوا توقف في مدنين على خلفية أحداث بن قردان. بالتالي ما ينجم حد يوقف نائب بدون إذن مجلس نواب الشعب، هذا ما حصلش، وإحنا الدولة تحترم القانون تحترم الدستور وهذا ما يصيرش. والسيد النائب تكلم في الإذاعة في الوقت هذاك وتكلم مع سيد الحكومة وتكلم مع الوالي وتكلم مع السلطات، ولذلك هذه إشاعة للأسف. فما ناس مرة أخرى تحب تفتن وتحب تقسم التوانسة وتحب تخلق الصراعات والفتن والبلابل. يزي بركة يزي لك 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 لك، وانت عملت لنا خبطة كاملة الغادي من الاخر توا من الاخر. النايب نتاع النهضة خطيته الحكاية طلعت معناها تيها، وقالوا شدوه بحذا جزرنا، فاش قاعد يعمل الغادي؟ كان شي يعمل في دقيقة هذيك بحذا هذايا تسأله هو، ولكن اللي نعرفه هو انه النايب عنده دور في لحظة معينة يوم احداث معينة يطمئن على البلاد نتاعو وعلى مواطنيه وعلى سكان الجهة نتاعو، وهذا دوره في اخر اسبوع هو موجود في الجهة نتاعو نحو المنتخبين نحو المنتخب المنتخبين نتاعو نحو كل اهالي الجهة. ولكن مرة اخرى البوليميك والكونتروفيرس والتفتين والعرك والمعروك يزينا من هذا، يزيونا بالله يزيونا بالاشاعات. قريب يقول لنا بالله يزيو نخنكتونا راكتونا تسيبونا. ومن بعد وزراء متاعنا ادناستين برشة بركل عليهم كيما تراو، نمشيو للإعلامي اللبناني المعروف والمشهور واللي محليه على الاخر توني خليفة، قصدي توني خليفة لك برني ما أحليه. هو قالك الجمعة هذية حاضر في برنامج وعمل تصريحات نارية. يا الله يا توني، يا الله يا الله يا حبيب قلبي، شو بدك قول يا تقول؟ لو اكتشفت انه لدى احد اولادك ميل نحو المثليه الجنسيه، اذا الله خلقه هيك يعني ما عندك ما تعمل يا قلبي، اطلب اللطف برا. وافق على اعتناق ابن الاسلام؟ طبعا برفق، ممكن اني اكون مسلم اكثر من كثير من المسلمين. اي نفهم فيك، مسلم اكثر من برشا مسلمين، اما ولدك يعتنق الاسلام تقول له ليه؟ اما كان ربي حب له يكون شاذ جنسي مش مشكل. اه يا ربي اه غلب عليه وما نجمت نقول له حتى شيء. تكفيش في الجوني هذايا بالتونسي ولا باللبناني؟ باللبناني احسن لك، روح يا شيخ الله يخرب بيتك، يا الله تنشق الارض وتبلعك يا غليظ. اسمه مزيان.